السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي المربع نت الأعزاء، حياكم الله معنا في يوم جديد وتغطية جديدة، بالتحديد من مدينة شنغهاي الصينية لمعرض شنغهاي الدولي للسيارات. أنا حاليا متواجد في جناح أغلبه سيارات صينية، وبالتحديد أنا في جناح شركة جيلي المعروفة، بس حاب أوريكم نظرة عن سيارات جيلي المستقبلية أو كيف ممكن تكون. هذه السيارة اليوم كشفوا عنها جيلي، الى الان هي السيارة فكرة او كونسبت، بس يعني الموديلات الجديدة حتكون جدا قريبة لهذا الشكل. طبعا تصميم خرافي مستقبلي الى حد ما، بس ان شاء الله بنشوفه على ارض الواقع، لانه صراحة جايين باشياء مجنونة الصينيين، يعني صراحة داخلين السوق بيكتسحوا من جميع النواحي، يعني من سيرفيس، كواليتي، محركات، وايضا اغلب السيارات صارت بتجينا بمحركات كهربائية او بتكون هايبريد. هاخدكم نظرة دحين برضو عن موديلات جيلي اللي موجودة هنا في المعرض، وان شاء الله بعد بكرة بنروح معرض او مصنع جيلي ونجرب السيارات مع بعض، وبرضو هعطيكم تصوير عن التجربة. هذه اللي قدامكم أعزائي المشاهدين، هذه هي فئة الجي اي اللي هي أكبر فئة من شركة جيلي. طبعا هذا الشكل الأخير أو الموديل حق 2020. هوريكم السيارة من الداخل والتكنولوجيا اللي حاصل عليها والمساحة الخطيرة اللي في السيارة صراحة. وهنا نشوف مع بعض الواجهة الأمامية للسيارة. طبعا يعني كثير مننا شاف موديلات جيلي اللي نزلت في الأسواق وكانوا شوية مو عاجبهم الماتيريال ومو عاجبهم التصميم،
بس هذه هي الموديلات اللي حتيجي ان شاء الله عندنا في الاسواق. بس بوريكم التطور والنقلة النوعية اللي انتقلوا منها جيلي، من كيف كانت والان كيف حتصير في هذه الموديلات الجديدة اللي نازلة عندنا ان شاء الله قريبا في الاسواق. هذا الموديل بالتحديد نزل باسم جي تي، بس هذا الموديل الجديد سموه جي اي، حينزل عندنا تقريبا على السنة الجاية ان شاء الله في الاسواق الخليجية. تعالوا نشوف داخلية الجي اي. زي ما نشوف الماتيريال اللي مستخدمينه جيلي في السيارات اتحسن كثير عن الموديلات السابقة اللي نزلت. كل السيارات صارت بتجينا بشاشتين، شاشة في الطبلون وشاشة ضخمة هنا نقدر نتحكم فيها باللمس، وايضا تدعم، اكيد تدعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو. عندنا هيد اب ديسبلاي. الحلو في الموضوع انهم صاروا مهتمين في ادق التفاصيل الصغيرة عشان يعطوك منتج في النهاية يرضيك وما تحس انه ناقصك اي ميزه في السياره. يعني ما شاء الله شوف التصميم حق الداشبورد ككل جاي جدا متناسق مع تصميم السياره من الخارج، ومساحه السياره يا جماعه جدا رائعه وجدا مريحه الصراحه. دحين حقعد ورا اوريكم قد ايش هي مريحه. عندنا طبعا سقف بانورامي. انا قاعد اوريكم هذه الفئه لانها هي الفئه الاكبر في سيارات جيلي بالنسبه للسيدان. تعالوا نشوف مع بعض مقاعد الصف الخلفي وشوفوا المساحة يا جماعة، ما شاء الله مساحة جدا رائعة في الخلف. عندنا مسند في النص، والحلو في الموضوع أيضا هنا في الباب نقدر نتحكم في المقعد، نرجعه على ورا ونقدمه. بس هذه الميزة موجودة بس في هذا المقعد، في هذا المقعد ما هي موجودة صراحة. جدا جميل من جد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين مربع نت الأعزاء، معكم باهي قطب، واليوم هو اليوم اللي أنا كنت منتظره مع تغطيتنا من شركة جيلي. هنستعرض أحدث موديلين أصدرتها الشركة إلى الآن. معانا الموديل الأول اللي هو بيكون الـ SUV كوب. إلى الآن ما طوله اسم لأسباب تتعلق بالتسويق. أنا الصراحة شفته من أجمل الموديلات اللي طلع بها شركة جيلي إلى الآن، والصراحة أقول لكم إنه الشركة جاية بأسطول سيارات جديد حيدخل السوق وحيكسر الدنيا على حسب رأيي صراحة. يعني شايف إنه التصميم جدا جميل ومتناسق، السيارة رياضية بشكل، يعني شكلها بيدينا شكل رياضي شوية وأنيق جدا. محرك السيارة اللي إلى الآن أصدروه شركة جيلي هو محرك البنزين 4 سلندر بسعة 2.0، بيعطينا قوة 238 حصان و 350 نيوتن متر لعزم الدوران. ايش رايكم في الشكل؟ الصراحة انا شايفه جدا جذاب، يعني تحفة صراحة من شركة جيلي، ابدعوا جدا في التصميم. الشركة طبعا زي ما تعرفوا اتحدت او اشترت شركة فولفو، فبتشوفوا كثير يعني من الاشياء متاخذة من شركة فولفو بالنسبة للتقنية، بالنسبة للامان كشكل اهم. يعني جنوط بمقاس 20 انش، تصميم صراحة جدا انسيابي وعصري. تعالوا نشوف الخلفية مع بعض كيف. 4 مخارج للإكزوست، وعندنا هنا ديفيوزر او مشتت هواء، طبعا مو فعال بس منظر يعني عشان يعطينا المظهر الرياضي. تعالوا ناخذ نظرة عن داخلية السيارة ونشوف التكنولوجيا اللي موجودة فيها، لأنه أنا الصراحة عن نفسي ما شفت فيها شيء ناقص من التكنولوجيا. أول شيء طبعا بنلاحظ شاشة في الطبلون ضخمة جدا، وعندنا طبعا شاشة في المنتصف أيضا بشكل جدا ضخم. تتحكموا فيها باللمس، تقدروا من خلالها تشبكوا على أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. هنا نقدر نتحكم في الصوت باللمس، وعندنا ايضا هيد اب ديسبلاي هنا. وزي ما تشوفوا الجماعة ركزوا على ادق التفاصيل عشان يعطونا طابع صيني في السيارة او نقش صيني. زي ما نشوف هنا على مفاتيح التحكم بالتكييف عليها البرينت هذا اللي بيعطينا طابع صيني، ونشوفه ايضا على بعض من اجزاء السيارة. زي ما نشوف هنا السبيكرز من شركة بوز ايضا فيها البرينت نفسه اللي هو كده بيعطينا طابع صيني. السيارة موجود فيها كاميرات 360 درجة، بوريكم هي مع بعض شوفوا كيف. ونقدر ايضا نسوي 3D، تصوير 3D للسيارة من الخارج، ونقدر نختار اي زاوية، ايضا نختار واحدة من عدة الكاميرات الموجودة. الصراحة
ماني شايف فيها شيء ناقص. المواد اللي مستخدمينها جدا ممتازة كماتيريال، وأداء السيارة كان جدا رائع على الحلبة الصراحة، أذهلتني يعني. الهاندلنج فيها جدا ممتاز، القوة فيها إلى حد ما معقولة أو مناسبة إلى يعني حجم السيارة. حتتوفر أيضا بمحرك هايبريد، وأيضا بمحرك بلوجين هايبريد اللي هو قابل للشحن.